بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشكركم وأشكر جهودكم المبذولة طيلة هذا العام المنصرم ومن قبل في أمكنة وزوايا أخرى. حياكم الله، طبتم وطاب مسعاكم وجهدكم وعملكم هذا الطيب. طبعا الراديو راديو الثورة طبعا أثبتت لنا وللعالم أن للثورة إعلاما ومكانا عالميا وسجلا توثيقيا لما مضى من أحداث الثورة ولما يحدث ولما سيحدث. وأثبتنا من خلال منصتكم أيضا ومن خلال الراديو أن هناك مصداقية للنشر وأن هناك رسالة واضحة لهذا المحرر ولأهل. طبعا الراديو هي من منجزات هذه الثورة المباركة، وخاصة الراديو حيث سهولة وصول المعلومة للمستمع، وكل القنوات طبعا كانت بدايتها كذلك، وربما لم تكن نتيجة حرب، وهذه ميزة لهذه القناة أنها ولدت وسط الشدة ووسط الحرب والثورة، وإن شاء الله يكون لها الأثر الكبير والمكانة العظمى بين القنوات العالمية. هذه القناة تساهم في نشر الثقافة والوعي الديني والثوري في مجتمعنا. طبعا لكل وقت ظروفه وملابساته ولكل عمل أيضا له أعذاره ومبرراته. نحن عندنا في الثورة في محررنا طبعا الراديو لها مكانتها وأهميتها، وخاصة لأصحاب المحلات وأصحاب السيارات الذين يسافرون هنا وهناك. يعني أنا واحد من الناس دائما عندما يعني أركب سيارتي أفتح على راديو الثورة دائما، يعني ما يعني أستمع إلا لها. وكثير من الناس يقولون والله سمعنا محاضرتك دكتور على الراديو، سمعنا محاضرة فلان وفلان وكذا، والحمد لله صارت الثقافة الثورية والثقافة الدينية الحمد لله شبه منتشرة، الصغير والكبير والمدرس والأستاذ والدكتور الكل يستمعون لهذه الراديو ولمواضيعكم المحترمة. وطبعا عملكم كان ممتازا ويشاد به، كادركم ما شاء الله مميز، لكن يعمل على الارتقاء به أكثر وتنميته بما يتناسب مع الواقع. والإعلام كذلك لا بد أن يخاطب بفكر الناس، يعرف كيف يفكر الناس وكيف تفكر الجهة التي يوصل إليها هذا الخبر. إن شاء الله نبقى مجاهدين وعاملين في ميدان الثورة وفي خدمة محررنا وأسلامنا.